السلام عليكم خواتاتي، اش كتعودوا؟ كلشي مزيان الحمد لله. اليوم فيديو جديد معنا، جايه عندي حماتي وجايه عندي لوستي وبنات لوستي. نوت انا جمعت دابا الدار، مشيت جمعت البنات دابا الدار، مشيت تقديت وجيت دابا كنمسح في صالون جي باش غادي نقادها. المهم انتم معايا تشوفوا هاد النهار كيفاش غادي نقضي، غتشوفوني اشنو غادي نوجد ليهم، وهكا تدوا افكار العائلات ديالكم الى جاو عندكم بحال هكا علموكم بي. بحال دابا سؤال قالت لي حتى البارح في العشيه. المهم شي حاجه اللي غادي تسلكنا وفي نفس الوقت غادي لينا بريكه زوينه وغادي نضحكوا فيها. يلا خليكم معايا. جمعت الدار، دردكت عليها كامله من الحمام حتى لتحت، بعدا بديت بالتحت هو الاول. ديما جمعوا البلاصه اللي غادي يجوا فيها الناس هما الاولين. الطواليط ديروها مزيان، مسحوها مزيان وجفوها وداكشي. والحمام حتى هو الا كان كيدخل عندك فيه الضيفان حتى هو حاولي تقرقبي عليه وتبدلي الفاطه وكلشي. المهم انا جمعت هنايا، جففت كلشي الفوق، توابيتي جمعته بيت بنو، جمعته الدوش حتى هو دوزت عليه حيت حماتي حتى هي كطلع لي، وكبدلت الفاطي وكلشي. راكم عارفين الفاطي نهار ايون نهار لا كيتبدلوا. دابا شوف هادشي كامل من غير هاد الصفره هادي ديال بابيغ، هادشي كامل خاصو يرجع. هادشي كامل تقضيه ديال العشاء. قلت لحماتي فينكم؟ قالت لك راه باقي ما جاتش عند سعاد، اذا ما غادي يجي يشوف وقيته ديال اللونج، غادي يجيو نيشان مع العشاء. المهم غادي نبدا معكم ونوجد معكم كلشي وتشوفوني كيفاش غادي نطول طويله واشنو غادي نحضر. صافي البنات، جبت كاع التقاديه، رديت كل حاجه لبلاصتها. هنا غندوز نقطع الخضر وغادي نديرهم في البلايص اللي غادي نحطهم فيهم، وغادي نغلفهم بالسلوفان حتى باش يجيو يلقاو كلشي موجود. غير نجيو نحط فوق الطبله نوجد كلشي. هنا غادي ندير قرعه، غندير شوبينيون، غندير الفلفله، و شنو النوع ديال الخضره ثاني غندير؟ فلفله شامبينيون قرعه. صافي وقيلا هادشي هو اللي درت، هادشي هو اللي درت في الخضره. صافي وبالنسبه للحوت راه درت السلمون، درت الطون، درت الكروفيت، ودرت حتى صدوره ديال الدجاج، ودرت الكابلياو، يا درت حتى الكابلياو. المهم انتم معايا غادي تشوفوني كيفاش غادي نرتب كلشي. المهم البنات كيف كتشوفوا هشام دبر لي على خدمه في هاد النار. المهم فيديو اللي قبل من هذا كنت بارطاجي معكم هشام دار الباربيكيو على برا،
وبحكم كاينه الشتا هبط شويه الريدو، الريدو اللي كاين في عندنا في الجرده، ملي هبطوا ميبغاو عاود يطلعوا، ما بغاش يطلع تهرس. ايوا صافي، داك نهار الليل راكم عارفين، صافي قلت ليها عرفتي اش دير، سير حتى الغدا الصباح وشوف مالو. ها نتوما كتشوفوا البنات حيدوا كامل كامل، تحيد صافي، راه طرفنا في الجرده تنشوف عرفتي هشام طلع لي الدم، انا طلع لي الدم الصراحه. هو بزوين زوين هكا في الشتا، الا بغيتي توقفي برا تدرقي وداكشي، وهكا في الصيف كيدرق علينا الشمس صراحه. هو ما عرفناش والله، ما عرفنا دابا شنو نديرو معاه، غادي نصايبوه ان شاء الله، غادي نشوفو شي واحد اللي يجي يصايبو لينا، ولا نشريو واحد اخر جديد، وحنا نشوفو اشنو هو المشكل اللي فيه. رب زعما تعصبت، انا تعصبت، كينفع كينفع. ايوا كارثه طرات لينا هاد النهار وصافي. هشام دبر لي الا خدمه والله الا تقاتل معاه باش حيدو بعدا من بلاصتو. ايوا هادشي اللي كاين، ندوز نكمل شغالي. ندوز دابا غنقطع الحوت كامل، يعني السلمون والطون، وغادي ندير حتى الكروفيت، غادي نصفيه كلشي دابا هادو، غنقطعهم وغندير لهم العطريه، وغنبارطاجي معكم العطريه اللي غادي ندير في الحوت ان شاء الله، باش حنا غادي ندوزو نشويو. صافي البنات، هنا يلاه كنت كنوجد لينا الغدا، وصافي دق عمتي ودقت سعاد، عن بعد غتجي إلهام. ما جاتش نرمين، كانت شويه عيانه، وهنا كيف كتشوفوا عمتها وجدها جايبين لها الكادو. انتما كتحل دابا في الكادو ديال جدها، جابت لها قصه وجابت ليها ميكروويف. هيا حلت القصه، غادي تحطها، خاصها تعرف الكادو الاخر اشنو فيه. هنا جدها كتشرح ليها شنو كاين في الكتاب، غتحطو. قالت لها واري نحل ليا الاخر. ايوا صافي، وعمتها جابت ليها واحد اللبسه ديال النعاس من محل ديال هنكل مولغ. صافي وعجبوها الكادويات، راه فرحانه كتفرج وتحل في الكادو. ايوا انتما كتشوفوا، يلا دخلت الحاجه وسعاد، جاو مع وقيته اللونش نيشان. صافي حطينا اللونش مع بعضياتنا، قلت لهم تعالوا ديروه، قالت لك واخا. المهم قالت لك راه من بعد عاد الهام غدا تجي، وفعلا راه جات من بعد. المهم خليكم معانا، نورا فرحانه بالكادويات. انا جابت لي سعاد هاد النوار، هذا راه كينو ديال الله، جابته باقي ما بقي، قالت لي ديال الدار، ديال الضل يعني، ما ديريهش برا، ديال البنا ماشي ديال البيت. صافي وغينور لي هذاك الورد اللي هو اصفر، صراحه عجبني، كنشكره بزاف بزاف.
البنات هنايا مع هاد الكروفيطه ولا هاد السكابينو هذا، درت الملح والبزار ودرت هاد الربيع اللي هو مجفف ودرت الحبق ودرت زيت العود ودرت الحامض ودرت واحد جوج معالق ديال البيستو. هذا هو البيستو البنات، تلقاوه موجود في ليدل. صافي غادي نخلط هادشي مزيان. البنات بالنسبه للسلمون درت فيه صوص صوجا ودرت فيه الثومه والبزار وسكينجبير، ما درت لا ملح لا والو. صافي وغادي نخلطو ونخليه. صافي بالنسبه للوج درت التركيبات ديال الدجاج، صراحه كنت دايراهم غير لينا حنا، وملي دخلوا العائله حطيت شلاضه ديال السوريمي، حطيت شلاضه ديال الطون، حطيت طون سميتو بيستو، حطيت الفرماج، حطيت الزبده، من بعد زدت الزيتون. وداك الدجاج ركيبات كنا غنديرو غير مع بعضياتنا حنا ناكلو انا وبنتي وراجلي، وملي دخلو زدت هذاك الشيء لاخر وطيبت الخبز، درت قهوه. صافي درنا اللونش ودابا غادي نبدا نوجد في الطبيله ديال العشاء. هنا البنات راه شي 5:30 جات الهام، ها هي كتبان لكم يلا دخلات. بقات مع اختها حيت كانت شويه هي، انا بقات معاها. المهم جات دابا هي راه ساكنه حدايا حيت اليوم غتبات في دارها. صافي جات كنتعاون هنا كنحطوا الطبيله، الهام كتعاونني هي وسعاد، هشام راه كيركب في الخيوطه حيت درنا جوج ديال شويه ديال الضو، واحده راه لصقنا حدا عمتي لي واحد البريز، وواحده ها هي هشام كيلصق فيها. مهم درنا واحد البركاله مزوينه وطورنا فيها وجا داكشي كلشي زوين الحمد لله. بركنا الطبله، ضحكنا، لعبنا، جبنا مواضيع. مهم راكم عارفين العائله مي كتجمع وشحال هادي ما تشاوفنا، هادشي اللي كاين. ومسموح غير ثلاثه وراه كاينه غير ثلاثه، يعني ما جاش راجل سعاد وما جاتش نامين. مهم خليكم معايا. Thank you.
اندي صح السؤال نعطيك صح حبيبه شكرا موه دي وليكش نيشان هادي المي هناك في طوم بس عاد انا خربتك دابا قاعد عندنا واحد الموضوع حلاله ان شاء الله ليه كان عندنا في الموضوع لحتو شتي كيكه لا كيكه بقيت عاقله المهم عندنا واحد ماشي خضر زرق بحال هاد اللون اللي من هنا كان عندي خضر وكنت عطيتو دي بوس ماين اير دي بوس ماين اير سي تليفون مار ديزا دي از ايتس فور يو جويس ان دانا هاف يا نيو انتريك صحه عندي لا تخ صحه مرحبا بك ايلان بعد البنات ما داز العشاء صافي هنا بديت كنوجد لهم باش نشربوا قهوه المهم خليكم معايا نوريكم اشنو حطيت لهم باش نشربوا قهوه من ورا العشاء من بعد مجموعة الكوزينه وكلشي يلا بصحتكم هذا اللي خاصو يتكل بالزربه سواحد سينو كيدوب كيدوب انتما البنات هذه راه فيها مذاق ديال لافوكا وقناه السيترون هادو ديال الكوفي ها وهذه ديال القرفه القرفه والتفاح باش مصايبه هذه ايوا صافي يلا كوفي اس كوفي اس هاي بنتي شرحت لكم شنو كوفي ايس كوفي ايس سناك يوب صحتكم هنا البنات صافي غادي يمشيو هما في حالاتهم هنا راه كانت شي 9 ونص عاد هما مشاو شو نور قالت لهم هذاك ماشي بيجامه هذاك كابوط وغتلبسوا لي وغنمشي معاكم والو لصقات على جداها في الاول قالت لها والو نمشي معاك غادي نلبس هذاك وغنلبس برديله وغنمشي معاكم راه هنا راه دهلي يوريكم مقتنعه بزز قالت لهم والو نمشي معاكم ولا بركي هنا تمشيش والو على جدها ما تمشيش ايوا نتوما كتشوفوا لبسيني الصباط يا لهوي يا لهوي يا لهوي
والله حتى عرفتها قلت لهم اه غتولي تبكي عليك عادي كتبكي على جدها باغا تمشي معاها قالت لي لبسني صباطي صوريها بهاتي تصيفطيها نيت بالطوفه شوفي كطلب في باها ما تلبسنيش بانطوفه غير صباطي مشي معاها مشي مع اوما اوخ مريم هاد اوما مي نيا نيا ايه ودابا بركو بركو تنطلق لا يخلني اكملي بيه لي تخانيت باخي تخانيت لا شوفي انت غنمشي نجيب لها بيجامتها وغنبدل ليها وديك الساعه عاد من يطلع باها عاد تسيروا نتوما دابا كتقولي قالت لها جيبي لي صباطي طلعي انا عشيتي لا راه ما طلقهاش ما طلقهاش ايوا البنات العائله مشاو صافي جمعت الدار كلها المهم انا خشيتهم في لاماشين غنطلع ندير لي واحد الدوش خفيف نبدل عليا وانتم هنايا غادي نقول لكم تهلاو في راسكم مع فيديو جديد نتمنى يكونوا الافكار عجبوكم ونالوا الاعجاب ديالكم مهم سلكي راسك اختي سلكي راسك يلا تهلاو في راسكم وتصحوا على خير الا كنتو تشوفوا بليك كنتو تشوفوا بنهار نهار يدوز عندكم زوين ان شاء الله.